فقر الدم أنيميا. فقر الدم يحدث عندما لا يحتوي جسمك على ما يكفي من خلايا الدم الحمراء. السبب الرئيسي لفقر الدم هو فقدان الدم أو تدمير خلايا الدم الحمراء أو عدم قدرة الجسم على تكوين خلايا دم حمراء كافية. أنواع فقر الدم كثيرة. النوع الأكثر شيوعا هو فقر الدم بسبب نقص الحديد. تحتوي خلايا الدم الحمراء على بروتين يسمى الهيموغلوبين. الهيموغلوبين مليء بالحديد. بدون كمية كافية من الحديد لا يمكن لجسمك إنتاج الهيموغلوبين الذي يحتاجه لتكوين خلايا دم حمراء كافية لتوصيل الدم الغني بالأكسجين لجميع أعضاء الجسم. يؤثر نقص حمض الفوليك فوليت أو فيتامين B12 أيضا على قدرة الجسم على تكوين خلايا الدم الحمراء. إذا كان جسمك لا يمتص فيتامين B12 بسبب نقص العامل الجوهري intrinsic factor المناعي، فقد تصاب بفقر الدم الخبيث pernicious anemia، وسمي بهذا الاسم لأنه في السابق كان مميتا، أما الآن فيعالج بأخذ حقن البي 12.